بس بقى. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، يسعدني أن أنتقل اليوم خلال زيارتي الرسمية الأولى إلى جمهورية كازاخستان التي تربطنا بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة بهذا الجمع المتميز من رجال الأعمال وصناع القرار في المجال الاقتصادي، وأن ألمس حرص الطرفين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات رفيعة تسمح بتوظيف إمكانيات البلدين بما يرتقي إلى تطلعات شعبيهما. إن مصر مهتمة بزيادة التواصل فيما بين صناع القرار في الحكومات والقطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار المشترك الواعدة في مصر وكازاخستان وبناء شبكة علاقات وإقامة شراكات بين الجانبين بما يخدم أولويات التنمية في البلدين الصديقين. ولا يخفى عليكم أن كل من مصر وكازاخستان تليان أهمية كبيرة لدور الاستثمار والتجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعولان على استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو والتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستويات المعيشة وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز حركة التبادل التجاري. ومن جانبنا فإن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات لما تتمتع به من موارد طبيعية وإمكانات بشرية هائلة تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والبنية التحتية والطرق، وذلك بالنظر إلى أولوية هذه المجالات في خطة التنمية المصرية. وقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهودا ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد لتسجيل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الضريبي وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، واستصلاح وتنمية مليون ونصف فدان ونصف المليون فدان، وتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، والشروع في بناء عاصمة إدارية جديدة فضلا عن عدد كبير من مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة وتنويع مصادرها. ولقد بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلناه على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي وتحقيق زيادة ملموسة في مستويات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلا عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر. السيدات والسادة، إن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية ضخمة وواعدة في قطاعات عدة، بما يعزز من فرص دفع حركة التجارة والاستثمار المشترك، وبما يصب في صالح أولويات ومتطلبات التنمية المستدامة في البلدين، وزيادة تنافسية السلع والخدمات التي ننتجها ونتبادلها، وهو أمر تزداد أهميته في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية وتلقي بثقلها على الدول النامية بما في ذلك الدول متوسطة الدخل مثل مصر وكازاخستان. وأتطلع لأن تكون زيارتي هذه مقدمة لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين، وأؤكد لكم ترحيب مصر بأصدقائها وشركائها من رجال الأعمال والشركات الكازاخستانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر وزيادة وتنويع استثماراتها فيها، خاصة أن هذه المشروعات الاستثمارية ذات عائد ومردود ربحي مرتفع أكثر من الاستثمار في مناطق أخرى في العالم بالنظر إلى حجم السوق والطلب، وفي ضوء ارتفاع معدلات النمو والتنمية والتوقعات باستمرارها ووجود الكثير من أفق التكامل بين إمكانيات وقدرات البلدين، ومن بينها على سبيل المثال
وفرة الموارد الطبيعية المتاحة لكازاخستان في العديد من المجالات، وموقع مصر الاستراتيجي وما تملكه من قدرات لوجستية عملاقة وترتيبات تجارية تفضيلية تسهل نفاذ السلع إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. السيدات والسادة، في إطار خريطة الطريق الاقتصادية وبعد النجاح الذي تحقق في مشروع قناة السويس الجديدة، فقد بدأنا في إطلاق المشروعات الخاصة بإنشاء ممر التنمية المتكاملة يتضمن مواني ومطارات ومناطق صناعية ومراكز لوجستية، ويسعدني دعوتكم اليوم للمساهمة في هذه المشروعات بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأود التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات الكازاخستانية والمصرية في دفع العلاقات الاستثمارية بين مصر وكازاخستان إلى آفاق أرحب تتناسب مع العلاقات السياسية والثقافية المتميزة بين البلدين، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة. أشكركم وأدعوكم لزيارة مصر في أقرب فرصة لتبادل المزيد من الأفكار بشأن مقترحات ومشروعات جديدة ناجحة تحقق النفع المتبادل لنا جميعا، ونتمنى لقائكم في مصر. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس جامعة نزار بايف، السيدات والسادة، يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم من هذا البلد الصديق الذي تجمعنا به أواصر وروابط تاريخية تعود إلى عقود عديدة، شهدت تواصلا مستمرا بين الشعبين في مختلف المجالات، خاصة في المجال الثقافي والتعليمي. كما يسعدني ويشرفني أن تتاح لي الفرصة للتواصل مع المجتمع الثقافي والأكاديمي الكذاخي من فوق هذه المؤسسة العلمية الكبيرة التي أسهمت على امتداد العقد الماضي ولا تزال في إثراء الحياة العلمية والفكرية ليس في كازاخستان فحسب، وإنما على امتداد عالمنا الإسلامي وعلى المستوى الدولي. ويطيب لي في هذا المقام أن أشيد بحكمة الرئيس نزار بايف والتي انعكست في اهتمامه بمجال التعليم باعتباره مجالا حيويا وضروريا لبناء الأمم والشعوب، يساهم في تحقيق نهضتها وتقدمها، ولقد كانت رؤيته ثاقبة لإنشاء صرح تعليمي عظيم يسر الحياة العلمية والأكاديمية في كازاخستان، ويتواصل مع كبريات الجامعات الدولية لتحقيق التبادل المعرفي والثقافي بين كازاخستان ومختلف دول العالم. ولقد كان التعاون الثقافي والأكاديمي بين مصر وكازاخستان ولا يزال الجسر الممتد للعلاقات الثنائية، وأثق أن إرادتنا السياسية سوف تستمر لمد هذا الجسر بالمزيد من التواصل.